أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة صحفية جديدة مع أبرز العناوين ومنشطات ومقالات الرأي التي جاءت في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. ونبدأ بأهم ما جاء في صحف القاهرة ونستهله من صحيفة أخبار اليوم التي اهتمت بزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى غينيا، وقالت على صفحتها الأولى إن رئيس غينيا الاستوائية أكد أنه سيتم توجيه الدعوة للرئيس المنتخب القادم لحضور قمة الإفريقية التي تستضيفها بلاده أواخر شهر يونيو المقبل. كما أكد التزام غينيا باستعادة مصر لمقعدها بالاتحاد الإفريقي في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن إفريقيا تأثرت كثيرا بغياب مصر وتجميد عضويتها في الاتحاد. لا تزال صحف القاهرة تهتم بأهم التحديات والملفات المطروحة على طاولة الرئيس القادم. صحيفة الجمهورية أفردت لملف الإرهاب تغطية خاصة وقالت إن الملف الأسود هو التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس القادم، وهو الاختبار الحقيقي لساكن الاتحادية المرتقب، ولا خيار أمامه إلا القضاء عليه وإلا سيغرق في مشاكل جمة حلولها مرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار. خبراء الأمن والسياسة أكدوا أهمية أن يعمل الرئيس القادم على تدعيم قدرات الأجهزة الأمنية ووضع خطط قومية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة. بشرى سرع حملتها صحيفة المصري اليوم على صفحتها الأولى من خلال تصريحات خاصة لوزير البترول شريف إسماعيل، أكد فيها أنه لا توجد قرارات برفع الأسعار ولا حتى في الصناعات كثيفة الاستهلاك في الطاقة باعتبارها تصب في النهاية في منتجات تهم المواطنين، وهو ما يحتم دراسة أي قرار خاص بأسعار الطاقة المتعلقة بها. وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس بجدية ملف دعم الطاقة، وأنه لا يجب أن يختزل في رفع الأسعار، ولكن بمجموعة إجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه ومراعاة الفقراء. ننتقل إلى صحيفة الوطن التي أجرت حوارا مع وزير الصحة الدكتور عادل العدوي، أوضح فيه أن هناك إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا مع عودة الحجاج، مشيرا أنه لا يوجد علاج لكورونا حتى الآن. وتابع الدكتور العدوي في حوار خاص للصحيفة أن الوزارة تستخدم أدوية الإنفلونزا في علاجه، وأن فرق مكافحة العدوى أو فرق مكافحة العدوى جاهزة للتدخل حال إصابة المواطنين بالفيروس، وطلب المواطنين بالاطمئنان وعدم الذعر لأنه في حال اكتشاف المرض مبكرا فليس هناك خطورة. لا تزال مقالات صحف القاهرة تهتم بانطلاق سباق الرئاسة. في عموده اليومي علامة التعجب بصحيفة الشروق طرح الصحفي عماد الدين حسين تساؤلا، رأى أن على مرشحي الرئاسة كل من عبد الفتاح السيسي وحمدان صباحي التفكير في الإجابة عليه، وهو كيف نستعيد هيبة الدولة خاصة بعد انتشار ظاهرة الانفلات في كل مظاهر الحياة بالشارع المصري. أتمنى أن يكون لدى المرشحين لرئاسة الجمهورية خطة عمل واضحة لاستعادة هيبة الدولة التي تعني سيادة القانون. وما نقصده هنا بسيادة القانون أن يشعر الناس بأنهم آمنون على أنفسهم، لكن هذه الهيبة تتعرض للتآكل كل يوم، وفي كل مكان نذهب إليه نشعر بهذا التراجع. أحد مظاهر غياب هيبة الدولة هو إحساس الجميع بأنهم يمكنهم أن يفعلوا أي شيء في أي وقت وفي أي مكان دون أن يتعرضوا للعقاب. إن ثقافة الاجتراء على القانون تتجذر في نفوس الجميع خصوصا الصغار منهم، ومن الممكن أن نظل نكتب الأيام الطويلة حول تشخيص مظاهر الانفلات في الشارع المصري، لكن ما يهمنا بالأساس هو سؤال جوهري: كيف يفكر كل من السيسي وصباحي في خطط استعادة هيبة الدولة؟ أما في عموده اليومي هوامش حرة، انتقد الشاعر والكاتب فاروق بويدة حالة الفوضى المستمرة في الشارع المصري، لافتا إلى أهمية العودة للعمل والإنتاج حتى نستطيع تحقيق أمرين لا غنى عن أحدهما، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا رغيف خبز، كما أنه لا يستطيع أيضا أن يبقى سليما طوال حياته.
اختلفنا لسنوات طويلة أيهما يسبق الآخر، رغيف الخبز أم الديمقراطية؟ وكانت النظم الحاكمة ترى أن رغيف الخبز ضرورة وأن الديمقراطية رفاهية. وجاء علينا وقت لم نجد فيه الاثنين معا، وبعد ثورة يناير تحول المصريون إلى أسطورة عالمية، لكن هذا النموذج الرفيع لم يستمر طويلا. لابد أن تتغير نظرتنا للحياة، فلا يوجد شعب في العالم لديه قدرة على التظاهر طوال العام بلا عمل أو إنتاج. إن توفير رغيف خبز يعني بالضرورة العمل والحرية، ولا يعني الفوضى والجلوس في الشارع. إن الحياة بلا أمن صفقة خاسرة، ورغيف الخبز بلا استقرار أمر ضائع. وعلى المصريين أن يراجعوا أنفسهم، لأننا لن نقوم بثورة كل يوم، ولن نخلع رئيسا كل عام، ولن يساعدنا أحد ونحن لا نعمل. فأفيقوا يرحمكم الله. وننتقل إلى الصحف العربية، والبداية من صحيفة الحياة اللندنية، ونقرأ منها خبرا بعنوان حمص القديمة سكانها يعودون والنظام يعلنها آمنة. أنجزت صفقة حمص أمس أنجزت بانسحاب آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من المدينة القديمة في مقابل إدخال مساعدات غذائية إلى ريف حلب، بينما أعلنت الحكومة السورية أن حمص باتت مدينة آمنة وخالية من السلاح والمسلحين، بدا الهجوم على وجوه المدنيين العائدين الذين لم يجدوا أثر منازلهم وسط الركام والدمار الذي لحق بالمدينة. من صحيفة الرأي القطرية نطالع عباس يبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني. كشف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني تنفيذا لاتفاق المصالحة. وأضاف الصالحي أن عملية المشاورات ستجرى من خلال التواصل مع القوى المجتمعية، وبعد ذلك سيتم بلورة قوام الحكومة. وبعنوان اتفاق رئيس الجمهورية جنوب السودان مع زعيم المتمردين على وقف اطلاق النار، كتبت صحيفة القدس العربي: وقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير مارديت وزعيم المتمردين رياك مشار اتفاقا على وقف اطلاق النار بعد تعرضهما لضغط دولي مكثف لانهاء قتال قبلي اثر المخاوف من تحوله الى ابادة جماعية. ويمثل اتفاق الجمعة الذي تم في اثيوبيا اللقاء الاول بين كير ومشار منذ اندلاع العنف منتصف ديسمبر الماضي بعد صراع طويل على السلطة. تأهب على الحدود الجزائرية. نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصدر عسكري قوله ان الهدوء الحالي